كويس جدا. المستوى يعني الطفرة الإنشائية اللي حصلت، وانت كنت بتتكلم دلوقتي عن مدى الصعوبات اللي واجهتكم، ان ده بيحصل للناس حقيقي وبيتصور كده في دقايق، بس ده قبليه مجهود ووقت ويمكن صعوبات كتيرة جدا. الطفرة الإنشائية دي كمان حصلت في وقت قليل قوي، وانتوا يمكن عائلة برنامج الأهلي يمكن مش عارف يمكن البرنامج الوحيد اللي انتوا قدرتوا تحققوا فيه يمكن 80 او 85% تقريبا، انجزتوا كم في الميه من عائله برنامج يعني الاهلي؟ انا هقول لك، انا يعني استكمالا بس للموضوع التتش عشان نخلص الملف ده. احنا كان عندنا في برضو حاجتين، الاضواء بتاعت او الكشافات ملعب الاضاءه، الاضاءه بتاعت الملعب برضو ضعيفه جدا بتاعت ملعب التتش، فدي ان شاء الله برضو هتتغير بالكامل، هتتعمل حاجه حديثه جدا وحاجه برضو تكون فيها اضاءه قويه عشان المباريات الوديه اللي بتتلعب للفرقه بالليل والكلام ده كله يبقى برضو. التدريبات كمان بتبقى بالليل، فاللعيبه بتبقى بالزبط يعني بالظبط. ده برضو ده هيتغير المرحله اللي جايه ان شاء الله، يعني برضو خدنا بيه يعني قرار مجلس اداره. يمكن في الحته اللي ورا دي يعني لو هتبقى عارفها يا كابتن هاني، الحته اللي ورا المدرج ورا المدرج الجديد ودي ليها بوابه داخل يعني في شارع ضيق شارع النادي. دي برضو مهجوره خالص الحته دي، مساحه كبيره وفي يعني برضو فيها مساحه يعني مفتقده، كانت مفتقده، فدي احنا بالنسبه لنا المساحه دي بنجهزها برضو، هنوضبها جدا وهنجهزها ان هي تبقى باركنج للعيبه، ده حاجه برايفت ليهم بحيث ان هم بدل ما بيركنوا مثلا بره بيخشوا النادي في خصوصيه ليهم، ده لازم حفاظا على يعني الفريق، فلازم يعني هيبقى في حاجه خاصه ليهم باركينج يخشوا منه، بعد كده يبداوا يخشوا بقى على الغرف الملابس بتاعتهم، ده مهم حاجه مقفوله، فدي بتتجهز برده الفتره.